سبحان الله العظيم ما قادراش توقف على رجليها. ربي السلامة شد عرفتش هادشي مرض واش فين كاميرا فين كا شنو هادي خويا راه ما مهرسة ما والو الله أعلم راه ما ممكن يكون عندها نقص في الكالسيوم هذا هو السبب. خوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى من العام القادر تكونوا بخير وعلى خير، صحة جيدة في أحسن الأحوال. نشكركم الإخوان جزيل الشكر على الدعم والتشجيع اللي قدمتكم متواضعه. ما تنساوناش الإخوان ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الإعجاب، دعمونا بلايك الله يجازيكم بخير. تحياتي للجميع ومرحبا بالجميع. راه الإخوان كما كتشوفوا راه البرد راه سبحان الله العظيم راه البرد بلا الشوق. مازال ما رواتش عندنا شي شتا قليله طاحت هاد الايام، لكن سبحان الله راه في وسط اسبانيا في مناطق اخرى اسبانيا راه طاح الثلج وروات، ونطلبوا الله تحنا يجيب لنا حقنا ديال الشتا والله يسقينا لغايته ويرحم هاد الكسيبه حتى هي. خونا الاخوات دابا هاد المزاه هي هادي اللي ما قادراش تنوض على رجليها، راه عندها نقص في الكالسيوم. غادي نعطيها الحليب راه ما عندناش داك الكالسيوم، نعطيها السيترو ديال الحليب والكورتيزون. الكورتيزون غادي نديرو ليها ثلاثة ديال الغرفين. خوان واخوات بالنسبة للمعزة كان عندنا شي مشكل، شي وحده كان عندها نقص في الكالسيوم كيف ما شفتوا، وما عندناش ندير شي تدخل استعجالي. شوفوا ديك كورتيسونا ندقوا لها كورتيسونا 3 سنتيم في يومين، مره واحده في اليوم، ونشربوها شي سيترو ديال الحليب، نحلبوه بشي معزه ونشربوه لها حتى هي يومين ولا 3 ايام، وراه ان شاء الله تولي بخير وعلى خير. تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. خونا واخوات كما كتشوفوا ما شاء الله المعز مراقينو الحلوب، راه الاخوان سالت مرحله الولاده احسن الظروف، راه احسن من العام الفائت. انه هذا العام سبحان الله العظيم، واخا في الاول قبل الولادة كانت شي 50 معزة اللي ضاعوا لهم الجديان، كان جاهم الإجهاض كانوا طرحوا، هذوك راهم كانوا معزات كبار السن الأكثرية، راه حنا بعناهم للحم، وشي وحدينات راهم هنا مع القطيع. الخير فيما اختاره الله، واخا هذوك ضاعوا راه مرحلة الولادة سبحان الله العظيم ما كانش عندنا وفيات ولا ولادة عسيرة ولا جديان كذلك هكا، لي مكانش نسبة الوفاية لا في المعز ولا في الجديان، كل شيء داز أفضل الظروف ولله الحمد، هذا من فضل الله ومن فضل الدعوات ديالكم، الله يجازيكم بخير. ودابا راه حنا دابا راه وليت نجيبهم لهنا، وراه خلطتهم مع هذوك اللي مازال ما غيولدوش حتى شهر جوج ان شاء الله، مازال عندنا ولاده اخرى في شهر جوج شهر ثلاثة، لان تما حدا الكوري داك العشب تما اللي تنسقيو
راه مع ولا دابا البرد ما بقاش يكبر، والماء قليل عاوتاني كنسقيه واني ما كيكبرش. والقاطع تبارك الله راه المعز كثير، راه 400 370 راس، ما بعنا منهم من اللحم كما شفتوا، وعزلنا الفحول كذلك، ضرا غير المعز. ضروري تنخرجو من هنايا كما كتشوفوا الغابة، كاين الدوم، كاين داك التمر ديال الدوم تاهو راه موجود، داك غاز تاهو راه كيعجبهم، راه كياكلوه، راه مشقلال هو داك غاز. معز هاد الشوا تيعجبو الغابة، خصوصا هاد المعز اللي عندي مولف في الغابة هذا، دابا لو بقيت سد عليه في الكوري كتجيهم لا ستريس، خصهم ضروري يخرجو الغابة المرعى يرعى. نطلبوا الله يرحمنا الاخوان. سبحان الله العظيم مازال ما رواتش، بقى غير دابا راه كاين شي برد ما نقولكمش، راه شاد التليفون باليد ديالي وغتكرم. الثلج طاح في اسبانيا في شي بعض المناطق هو اللي عاطينا هاد البرد هادي. اللهم اسقينا الغيث وارحم بهيمتك ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. الجو سبحان الله راه ديال شهر جوج شهر واحد، سبحان الله العظيم كما كتشوفوا راه باقا الدنيا الربيع ما كاينش، ما تيدورش، الدنيا حمراء حتى الزيتون هاد العام راه تكرفص، لان ما طاحتلوش الشتا ومكمش، ما كاينش كاين الانتاج واني ما كاينش الوزن، لان ملي كتجي الشتا الحب تبارك الله تيتمر مزيان وتيكون الوزن وتيكون تا الزيت كيعطي الزيت مزيان، الرندمينتو كيعطي مزيان. ايه هناكي تما غادي شادين الطريق للدار، كوري كوري راه ما بعيدش بزاف الاخوان، راه هو داك الكوري، جبتهم من الكوري الفوقاني، ماشي في راهم دابا ماشي في الكوري فين تما مرحلة الولادة، هذا راه كوري آخر. ايه 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 شوف الإخوان راه كنعيط لهم كيجيو سبحان الله العظيم. جاهم البرد دابا في هاد الجو هذا، دابا خصني نفرش لهم التبن باش يباتو سخون، لان المعز في فصل الشتاء فاش كيكون البرد خصنا نفرشو لهم التبن باش ينعسو سخون باش ينتجو الحليب. الاكل والفراش هادو راه مهمين في هاد موسم الشتاء. هناكي ويكون تا الكوري يكون ما مهويش، يكونش فيه يكون مسدود، خاصهم الغابة واخا تيكون فيها الأشجار، اني بالنسبة للمعز راه شي حاجة ما شاء الله، شي حاجة كبيرة بالنسبة لهم هما، واخا ما يكونش الربيع، ان المعز راه ماشي بحال الغنم، راه ما عندوش هو
ما عندوش هو شي نقولوا على مع الربيع، ما عندوش شي علاقه مع الربيع بزاف، كياكلوش هما الربيع اكثريه اشجار. كيعجبهمش الربيع، الا كان الشجر راه يسمحوا في الربيع وياكلوا الشجره. هادشي بالتجارب لان انا معاهم دائما وكنشوفهم كياكلوا الربيع في حالتي الا ما لقاوش الاشجار راه كياكلوا الربيع. والغنم عكس ذلك، الغنم كتلقاها كتقلب على الربيع سبحان الله وما كتاكل الشجر. خوان وخوات، نتمنى ما نكونش طولت عليكم الفيديو نال اعجابكم. ما تنساوناش الله يجازيكم بخير، دعمونا بلايك، ضغطوا على زر الاعجاب. وتحياتي للجميع ومرحبا بالجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.